مساكم الله بالخير، اليوم يناكم ببرنامجكم القانوني دقايق تهمك. اليوم بنتكلم عن موضوع للأسف الشديد وهو منتشر بكثرة في الآونة الأخيرة، محكمة الجنايات. يعني نشوف الرون إذا في قضايا كثيرة، عدد كبير من هذه القضايا الكثيرة، نسبة يعني ما راح أقولها لأن ما أبي أقول نسبة تطلع مو دقيقة، بس نسبة جدا كبيرة عن قضايا المخدرات، منها قضايا التجار ومنها قضايا تعاطي، منها ما يتعلق بالمؤثرات العقلية، الليريكا والترامادول والأمور هذه اللي تنباع بالصيدليات بوصفة طبية، ومنها ما يتعلق بالمخدرات كوكايين، هيروين، شابو، كلها لها جداول، العقوبات مختلفة. ما راح ندش بهذه التفاصيل، بس كلهم يشكلون جناية، كلهم عقوبتهم قاسية إذا صادوكم تتعاطون أو التاجرون. شنو يعني تعاطي وشنو يعني التجار؟ راح أقول لكم أنا في نهاية هذه الحلقة، ولكن قبل أقول لكم بقول لكم قصة واحدة، لأن عادة قضايا المخدرات يعني هي قضايا أغلبها شباب، نادر جدا أن تكون القضايا هذه متعلقة ببنت، نادر، موجودة ولكن نادر. قضية متعلقة ببنت طالعة مع صديقتها، صديقتها يعني في النهاية تتعاطى المواد المخدرة، وبنفس الوقت مرة تبيع على الجروب مواد مخدرة بالثانوية، يعني هم صغار مو كبار، وطلعوا وياها بحكم ان رفيشتي انا مالي شغل. يقوم في يوم من الايام ضابط المباحث ويقبض عليهم في هذا الامر، وكان مع المتهمة الاولى مخدرات، ويحولهم الى النيابة العامة بموجب اذن صادر من وكيل النيابة، يعني اجراءاته من المفترض انها تكون سليمة، والنيابة العامة تحيلهم إلى المحكمة. اليوم إحنا في قضايا الاتجار شلون نثبت، يعني قضايا التعاطي عادة يكون في تقرير يفحص دمك نعرف إذا أنت متعاطي ولا، ولكن قضايا الاتجار إذا المباحث قالوا إن أنت تبيع وتشتري، شلون أنت عادة تشكك بتقرير المباحث؟ هني عاد دورك والموضوع يكون أصعب، على الرغم من أن العقوبة أشد. صحيح أن قضايا الاتجار يتطلب شروط معينة، لازم يصير عندك ميزان حساس، لازم يصير عندك يعني بيع وشراء، في أمور لازم أنها تتوافر لأن العقوبة قاسية، ولكن اليوم اللي حصل وياها أن أحلوها في تهمة الاتجار مو تهمة التعاطي مع صديقتها، وهي مسكينة ما لها ذنب بهذا الموضوع. عشان تكونوا بالصورة، المواد اللي انباعت مو مؤثرات عقلية، مخدرات، عقوبتها ممكنها توصل للإعدام أو المؤبد، وإذا كانت حدث نص العقوبة وتعال أخذ. اللي حصل، حضرنا أمام محكمة الجنايات وقرينا الورق وطلبنا من القاضي أن نصور الملف أساس اليوم قبل نقدم دفاعنا، نصور الملف أساس نحضر المرة الجاية ونشوف إذا كانت عندنا طلبات معينة نطلبها من المحكمة، وعقب نقدم دفاعنا أو نقدم دفاعنا بشكل مباشر على حسب حاجتنا إحنا للدفاع، يعني أو شنو الأمر اللي ممكن يفيدنا للدفاع في هذه القضية. شو اللي صار أمام محكمة الجنايات وشنو الحكم اللي صدر عليهم؟ راح أقول لكم عقب الفاصل. رجعنا لكم من جديد بقضيتنا اللي تتعلق بالإنسانة اللي طلعت مع رفيجتها اللي اكتشفت بأنها تتاجر وفقا للقانون. اليوم مصطلح الاتجار وفقا للقانون غير عن المصطلح اللي ببالكم، وراح أشرح لكم إياها أنا بعد شوي، ولكن اللي اكتشفت بأن رفيجتها أو صديقتها التاجر بالمواد المخدرة وفقا للمصطلح القانوني، ها؟ يعني حتى يمكن المتهمة الأولى ما تدري هي شنو كانت قاعد تسوي، وكان على قولتهم لعب عيال، نقول بغت تروح إعدام. حضرنا أمام المحكمة. اليوم عادة إحنا لما نقوم بدورنا كمحامين ونقرأ الورق، عادة يعني قبل ننظر حق المواضيع اللي تتعلق بالأدلة والأمور الموضوعية، نشوف الإجراءات ونشوف الشكل، هل الإجراءات سليمة ولا لا. اكتشفنا بأن اليوم وكيل النيابة لما يسأل المتهمة الأولى والمتهمة الثانية اللي هي موكلتنا متى صادوكم ومتى تم القبض عليكم، تجيب بتاريخ مختلف تماماً عن تاريخ الضابط اللي قبض عليهم. الضابط يقول أنا قبضت عليهم اليوم، وهم يقولون قبض علينا قبل يوم، والإذن الصادر إنزين يأيد كلام الضابط. شو السالفة؟
قعدنا بالمكتب قلت انا الحين يعني هذا الكلام اذا كان صحيح واذا اثبتناه راح يكون في بطلان بالاجراءات. ليش؟ لان هذا يعني بان الضابط ضبطهم وقبض عليهم وعقب ما ضبطهم وقبض عليهم قال حق وكيل النيابه ابيك تعطيني اذن اني اقبض على فلانه وفلانه. يعني هو طلب من من وكيل النيابه اذن عشان انه يقبض على سين وصاد، وفي واقع الحال هو اصلا ضابطهم ومخليهم عنده وحابسهم. فهذا كلام جدا خطير كان. رحت وقعدت وياها داخل السجن، طبعا كانت محبوسه، هم الثنتين كانوا محبوسين. قعدت وياها بالسجن وقلت لها يا بنت الناس يرحم لي والديك، عصري لي مخك وتذكري متى ضبطت الضابط، متى صادوكم. كانت تقول لي فعلا ضبطني باليوم الفلاني، الكلام اللي ايد كلامها بالتحقيقات. قلت لها طيب هل كان تليفونك وياك؟ كانت تقول لي ايه. وصديقتك هل كان تليفونها معاها؟ كانت تقول لي ايه. كان اقول لها اعطيني رقم تليفونك ورقم تليفون صديقتك. طبعا الضابط يسال ايضا بالتحقيقات، واول ما يحضر النيابه العامه وكيل النيابه يسالها عن رقم تليفونها ويكتب رقم تليفونها في محضر تحقيق النيابه العامه. اول ما حضرنا قدام القاضي، محبوسين هم محبوسين، حضرنا قدام القاضي طلبنا كشف حركه ابراج للمتهمه الاولى والمتهمه الثانيه وضابط المباحث. اليوم القاضي في بعض الاحيان ما يستجيب حق موضوع كشف الابراج للضابط، يقول هو امر يتعلق بالخصوصيه، ولكن استجاب لكشف حركه الابراج اللي يخص المتهمه الاولى والمتهمه الثانيه. انتظرنا كشف حركه الابراج ما يقارب الشهر على ما يورد، وهم وينهم؟ بالحبس. المسكينه المتهمه الثانيه ما لها شغل، يعني محبوسه طول الفتره اللي طافت وهي ما لها شغل، مجرد انها طالعه معرفي جتها وهذا الضابط دخلها متهمه بناء على تحرياته. قد تكون هي فعلا ارتكبت هذا الفعل واحنا ما ندري، ولكن هذا كلامها اللي قالته امام النيابه العامه، وهذا الكلام اللي قالته لنا، خاصه ان هي ما تتعاطى نهائيا. وصل كشف حركه الابراج اثبت هذا الكشف بان كلامهم بالتحقيقات صحيح، يعني بان الضابط خذاهم وحبسهم وحجزهم بالنظاره، ويعني ارتكب جريمه حبس حريه بالوقت اللي هو ما يحق لنا هو يحبسهم. عقب طلع اذن من النيابه العامه أساس أنه يقبض عليهم في الوقت اللي هو أصلاً كان قابض عليهم وحابسهم عنده. فاليوم كشف حركة الأبراج أثبت هذا الموضوع، فوقفنا أمام محكمة الجنايات وتكلمنا عن هذا الموضوع وقلنا بأن المجرم الحقيقي في هذه القضية هو الضابط، لأنه ارتكب عدة جرائم. أول شيء زور بمحضر التحريات، كتب كلام ما هو صحيح وقدمه على وكيل النيابة، شهد شهادة الزور أمام النيابة العامة قال كلام ما هو صحيح، بنفس الوقت حبس حريتهم. يعني اليوم أكثر من جريمة ارتكبها هذا الضابط بناء على هذه المخالفة الإجرائية، عقوباته توصل فوق 10 سنين. من المجرم الحقيقي؟ هل هذه اللي اليوم ما في دليل ضدها غير أقواله، ها اللي الحين احنا بنستند وبندينهم أو ممكن نعدمهم بناء على أقوال شخص ارتكب هذه الجرائم قدامكم، أو هي البريئة وهو المدان؟ طبعا المحكمة عقب ما شافت هذا الدفاع حكمت بالبراءة ورب العالمين سلم الضابط. يعني هي احيانا في بعض القضايا المحكمة تحكم بناء على التشكك، يعني اليوم موضوع الضابط احنا هم بعد مو متأكدين منه، وممكن يكون هذا التقرير مو سليم 100%، ممكن يكون هذا التليفون مع شخص ثاني. في محاكم ما تاخذ بهذا التقرير، في محاكم هذا التقرير ما تاخذ فيه، لان تقول تليفونك ممكن انا اخلي تليفوني بالبيت وياي المحكمة، شلون؟ هل انا بالبيت؟ لا. فاحيانا المحكمة تاخذ فيه واحيانا المحكمة ما تاخذ فيه. هذيلا ثنتين رب العالمين سلمهم. اللي أنا أبي أوصله اليوم القانون وفقا للمصطلح القانوني لما نعرف الاتجار ما قال لازم التاجر أنت من سنة وسنتين ولازم تكون الكمية كبيرة، لا، قط في زقارة هالكبر أبيعه لسنين من الناس حتى لو بربع دينار، ها بيخلص. أنا دشيت في تهمة الاتجار. اليوم هذول البنتين صغار، البنت الثانية ما لها علاقة، دشت ليش؟ لأنها طلعت مع إنسانة ما اختارتها أو ما فكرت فيها كرفيجة أو ما فكرت بماضيها، الله نطلع وناسة ومن هذه الأمور. فاليوم نصيحتنا لكم، حاولوا أنكم تعرفون ربعكم ولا تطلعون مع أي شخص. أحياناً تكون أنت مالك شغل فعلاً، ولكن مجرد أنك طلعت مع شخص سيء ممكن أنت وقت ما يصيدونها أو يصيدونه ممكن تتنصاد وياه وتدش وياه بدائرة الاتهام. عاد تعال وكل محامي وتعال عيش حال نفسية، وممكن تنقط بالحبس فترة معينة. يعني هذول انقطوا بالحبس ترى 6 أشهر، ها مو شوية، 6 أشهر، حتى أكثر من 6 أشهر بشوي، عقب نحكم لهم بالبراءة. فاليوم نصيحتي لكم حاولوا أنكم تختارون ربعكم،
بشكل سليم. حتى يعني الشباب اللي للأسف شديد يتعاطون لا تبيع حتى حق صاحبك، يعني اليوم هذه الشغلة تدخلك بتهمة عقوبتها المؤبد أو الإعدام. فيا جماعة الخير ديروا بالكم ويعطيكم العافية.